بسم الله الرحمن الرحيم، اهلا بكل مشاهدي قناه الاهلي في كل مكان، والفقره الحواريه الثانيه من برنامج الاهلي ليله، واللي بالتاكيد النهارده في تفاصيل كثيره في هذه الحلقه لالقاء المزيد من التفاصيل المتعلقه بفريق كره القدم، وايضا ضيوفنا في هذه الحلقه بالتاكيد ايضا كمان ضمن احد اللاعبين اللي كان ليهم دور كبير جدا مع النادي الاهلي في فتره من الفترات، لكن سوء الحظ والنصيب في توقيتها ما كانش مساعده بشكل جيد ان هو يكمل في صفوف فريق النادي الاهلي، وهو احد اللاعبين المميزين اللي بالتاكيد كان من التدعيمات الهامه جدا اللي تمت في بدايه الالفيه الجديده، الكابتن احمد عادل الظهير الايمن لفريق النادي الاهلي، واللي بالتاكيد خلال الفتره الحاليه خلاص بقى بيبدا تجربه جديده جدا، تجربه مختلفه اثناء الحوار بالتاكيد هيقول لنا عليها. كابتن احمد برحب بيكم منور شاشه قناه الاهلي. اهلا بيك سعيد، وانا مبسوط ان انا موجود معاك النهارده على شاشه النادي الاهلي، الشاشه الكبيره في افريقيا والوطن العربي. اهلا بيك يا ابو حميد. طبعا النهارده هنتكلم مع عادل في تفاصيل كثيره جدا، لا ننسى ان برضه هو احد اللاعبين الذين شاركوا في المباراه الكبيره اللي اقيمت في استاد ويمبلي، مباراه الاهلي وبرشلونه، كانت مباراه مهمه جدا يعني اقيمت برضه في فتره من الفترات اثناء ما كان الاهلي بيلعب مباريات في الاستادات والملاعب الاوروبيه في فترات سابقه. لكن قبل ما ابدا بدايه هذه الفقره واخش في التفاصيل الفنيه مع الكابتن احمد عادل، يعني قبل ما ادخل الهواء يمكن اتكلمت شويه مع محمد محمود لاعب فريق النادي الاهلي، كنت عايز اطمن عليه حالته النفسيه بالتاكيد بعد هذه الاصابه. الحمد لله صوت محمد يعني طمني على حالته النفسيه ان هو شايف ان الاصابه قضاء وقدر، وشايف ان نصيبه ان في التوقيت الحالي ما يكونش متواجد داخل صفوف فريق النادي الاهلي. ربنا بالتاكيد ممكن يكون مقدر له خير في التوقيت الحالي انه يكون بعيد عن الملاعب وما يكونش في صفوف فريق النادي الاهلي في الماتشات الحاليه. لكن محمد اتكلمت معاه في مساله الاصابه وايه اللي حصل بالظبط. محمد بصراحه اداني تفاصيل، يعني عايز اطمنكم ان محمد اول ما تعرض لاصابه دكتور خالد محمود نزل يطمن عليه، لسه بيشوف التشخيص المبدئي. محمد قال له لا الحمد لله يا دكتور ابدا يعني انزل واكمل رجلي، الحمد لله في حاجات بسيطه بس اقدر اكمل، يعني الحمد لله ممكن تكون كدمه او حاجه بس اقدر اكمل. نزل وكمل وعمل سبرنت، وبالتاكيد اصابه الصليب لما يكون في سبرنت او في جهد بدني كبير جدا بتبقى غريبه. ممكن بقى هنا ايه مسائل الطبيه ممكن نسال فيها كتير ونحاول نفهم بالظبط ايه اللي حصل، لكن محمد بيقول لي عملت سبرنت وبعد كده مشيت على رجلي بشكل كويس، اول ما حصل تغيير في فريق سموحه او في حصل تعطيل للعبه حوالي دقيقتين ثلاثه بردت شويه وحسيت ان رجليا وجعتني، فهنا طلبت من الدكتور خالد محمود والجهاز الفني التغيير مباشره. اخر حاجه كنت اتخيلها ان يكون رباط صليبي، لان بيقول لي انا اللي اعرفه انا كلاعب كوره لما يجي لي رباط صليبي بتبقى صعب جدا اقف على رجليا، لكن هو بالنسبه له كانت بالنسبه له مفاجاه صادمه ان هي رباط صليبي، لان هو بيقول انا عملت سبرنت ورجليا كانت الحمد لله كويسه وقادر امشي عليها بشكل كويس، لكن اول ما هديت في الملعب لما توقف اللعب دقيقه او دقيقتين حسيت ان رجليا فيها حاجه فطلبت التغيير على طول. نقطه برضو عايز اكد عليها دكتور خالد محمود، التخصص الخاص بيه كطبيب داخل صفوف فريق النادي الاهلي متخصص في جراحه العظام، فبالتالي رباط الصليبي اذا كان قطع جزئي او القطع الكلي فيها تفاصيل كتيره جدا ممكن نتكلم فيها، لكن عموما لا ننسى ان في فتره من الفترات اكوتي منساه اول ما انضم لصفوف فريق النادي الاهلي في مباراه انيمبا نيجيري تعرض لاصابه بالرباط الصليبي في اول مشاركه رسميه ليه وفي اول دقائق مشاركته مع الاهلي في ملعب انيمبا هناك في نيجيريا. فبالتالي عموما يعني خلاص يعني ربنا قدر الخير للاعب وللنادي الاهلي، والفتره القادمه يا رب باذن الله تكون الامور جيده تحديدا في مساله الاصابات، لان بالتاكيد الاهلي بيحتاج كل اللاعبين خلال الفتره القادمه. كابتن احمد دي كانت مقدمه عايز اقولها للمشاهدين، لان بالتاكيد محدش سمع لسه محمد محمود بعد الاصابه، لكن كنت حابب اطمن الناس ايه الكلام اللي قاله محمد وحالته النفسيه وبيستعد ازاي للمرحله القادمه. مساله الصليبي ممكن اللاعب يحس بيها اول ما يتعرض لها، ولا ممكن يلعب ويجري وما يكونش حاسس ان عنده صليبي وتحصل بعد كده في الاشعه يكون عنده صليبي؟ لا بص انا احب اطمن جماهير نادي الاهلي، وخصوصا دلوقتي الصليبي دلوقتي اصابته غير زمان. زمان كان الموضوع مش منتشر قوي الرباط الصليبي، لكن دلوقتي الصليبي زي ما احنا بنشوف ممكن زي ما انت شفت قبل كده في سموحه 7 صليبي في سنه. فاصابه الرباط الصليبي دلوقتي بقت عاديه، يعني ان هو قريب جدا ان هو ممكن يرجع. دي بترجع برضه للحاله الاراديه للعيب، بترجع لقوه عضلته هل بتستجيب للتاهيل او لا، وخصوصا محمد لسه صغير. حاله غريبه جوه النادي الاهلي كثره الاصابات اكيد مسببه مشاكل في اداء النادي الاهلي. عايز ارجع لموضوع الرباط الصليبي، هو زي ما انت بتقول هو ما كانش حاسس في الاول، او كان ممكن يكون قطع جزئي. قطع جزئي ده ما بتحسش بيه قوي زي الكلي، ولا في التشخيص يبان بالنسبه للاعب كمان حتى يحس ان يقول الدكتور في الم في الركبه او في حاجه لو قطع جزئي. ممكن الم بس هو حاسس ان هي خبطه عاديه او حاجه كدمة. كان جزئي او كدمه، لكن لما بيدوس عليه ممكن يبقى كلي. انا على ما اتذكر ان في اخر التسعينات او الالفينات الجاتوزو قعد 90 دقيقه زي ما كنت بتكلم معاك قبل الهوا،
قعد 90 دقيقه بيلعب، واكتشف بعد المباراه ان هو عنده صليبي. 90 دقيقه نجم الميلان، هو حاليا المدير الفني كمان طبعا، وخصوصا جاتوزو كل لعبه عنيف ضغط وضرب، لكن قعد اتخبط اول دقيقه وقعد 90 دقيقه ان هو بيلعب ومش حاسس بوجع عادي، لكن ادى المباراه بشكل جيد طول ال 90 دقيقه، وبعد المباراه بيكشفوا عليه لقوا ان هو عنده صليبي. فدي بتختلف من لعيب لاخر يعني، حسب قوه عضلته بتساعده حتى كمان في الـ في الـ في الـ وهو بيتاهل وهو بيتعالج، دي بتساعده ان هو يرجع بسرعه. فاتمنى الشفاء طبعا للصفقه، قويه اضافه اكيد للنادي الاهلي ان هو يرجع بسرعه ويرجع لصفوف النادي الاهلي تاني ويضيف للنادي الاهلي ان شاء الله. الجزئيه المهمه كمان واحنا بنتكلم فيها يعني، محمد محمود من اللعيبه اللي الناس كلها كانت بتعول عليها بشكل جيد في المرحله القادمه، لكن خلاص قضاء ربنا وقدره انه ما يكونش متواجد في التوقيت الحالي مع النادي الاهلي، وهو لا حتى من نبره صوته وانا بتكلم معاه مؤمن جدا بطبيعه الاصابه، لكن هو مندهش يعني، هو مستغرب ازاي اعمل سبرنت وازاي اجري وما ابقاش حاسس باي حاجه وبعد كده احس بالم في ركبتي بهذا الشكل الفظيع. لكن كمان احمد عادل لسه قايلين على معلومه يعني، احد لاعبي نادي الميلان ونجم الكره الايطاليه كاتوزو لعب 90 دقيقه وبعد المباراه اكتشف في اشاعه من بعد الاصابه ان هو كان عنده رباط صليبي، وبالتالي بتحصل كتير في الملاعب. فريق سموحه في سنه من السنين، وده مش بعيد من سنتين ثلاثه، 7 لعيبه في موسم واحد كان بيلعب في الدوري وبطوله افريقيا وكان عنده 7 رباط صليبي. وزي كمان يا ابو حميد، حتى الاجهزه الطبيه يمكن بحب استشير اصلا المتخصصين في هذا الامر، طبيعه اصابات اللعيبه بشكل عام بتبقى فيها نسبه وتناسب. نسبه 74% بتبقى راجعه نتيجه حادث في الملعب، اصطدمت بحد، خبطت في لعيب، عملت سبرنت، سواء اصابه عضليه او حتى رباط صليبي. نسبه ال 24% اذا كانت نسبه ال 76% السمه الغالبه، ال 24% بقى نتيجه امور اخرى، جزمه الكوره، ارضيه الملعب، عوامل التغذيه. فبالتالي الاصابات ما بتبقاش داخل فيها العنصر البشري بشكل كبير او مسؤول عنها الا من خلال هذه النسب اللي الاجهزه الطبيه بشكل عام بتحطها كمعايير لتشخيص نوع الاصابه. اكيد بص، التاهيل البدني في بدايه الموسم ده مهم جدا، وخصوصا ان بيبقى مهم جدا في فريق زي النادي الاهلي، مهم جدا ان الدكتور او المدرب او المسؤول عن التاهيل او المسؤول عن فتره الاعداد يكون على اعلى مستوى من الكفاءه. ده مهم جدا، وخصوصا انت بتشوف النادي الاهلي بيشترك في اكتر من بطوله، بيشترك في بطوله عربيه، في بطوله افريقيه، في كونفدراليه، في الدوري عام، في كاس مصر، في اكتر من بطوله. فانت مهم جدا ان انت يبقى عندك الاعداد البدني من اول الموسم، ده مهم ان انت تشوفه بشكل جيد في صفوف النادي الاهلي اكيد يعني. طيب ابو حميد، وانت موجود في صفوف النادي الاهلي كان اكوتي منساء اللاعب الغاني، كنت انت موجود ساعتها في نفس الفريق في نفس التوقيت، وكان لسه صفقه جديده وسافر مع الاهلي نيجيريا، وكانت مباراه انيمبا وتعرض لاصابه وهو بادئ في التشكيله الاساسيه، وكانت رباط صليبي في التوقيت ده برضه، انت داخل صفوف الفريق كان المشهد العام ازاي؟ اكيد كانت صفقه اكوتي كانت في حدود حوالي 5 مليون جنيه او 6 او 7 مليون جنيه، كانت سنه 2006 على ما اعتقد او 2005 كان اكوتي، كان المبلغ ده ما بيدفعش في اي حد. فكان ان انت يعني صفقه بتعول عليها او ان انت بتحط حمل عليها ان هي تيجي تضيف لك كنادي اهلي، وفي اول مباراه ان هو يجي له صليبي، دي برضه يعني خدت من اكوتي كتير، وخد فتره برضو عبال ان هو ما يرجع ويخش جوه صفوف الفريق، وخصوصا انت كان عندك في المكان ده اكتر من لعيب جيدين، كان عندك محمد شوقي، حسن مصطفى، انيس بوجلبان كان جه معايا في نفس الصفقه، حسام عاشور. فخد وقت برضو اكوتي ان هو حتى بعد ما يرجع من الاصابه ان هو ياخد وقته جوه ان هو يخش في القوام الاساسي للفريق. ودي دي اللي كانت على ايامي انا، كان صعب جدا ان انت تخش جوه النجوم دي كلها وان انت تاخد مكان، بعكس الفتره دي ان دلوقتي ممكن اي حد يلعب واي حد ان هو يشارك. فكان بيبقى بنواجه صعوبه زمان ان احنا كنا ناخد ان انت كلاعب تاخد مكانك جوه وسط النجوم دي اكيد يعني. في اللحظه اللي زي دي ايه اللي ممكن تقوله لمحمد محمود وانت باحساس اللاعب برضه وكنت متواجد داخل الاهلي فعارف الاتموسفير والحاله داخل النادي الاهلي؟ اللحظات اللي زي دي ايه اللي ممكن تقوله للاعب؟ وعايز اكد لك ان نبره صوته، انت عارف اللعيبه لما بيكون اصابه كبيره نبره صوته بتبقى مختلفه شويه في الطبيعي، ايه اللي ممكن تقوله في اللحظات دي؟ بص انا مبسوط جدا من كلامك ان وانت بتكلمه ان هو نبره صوته ان هو متفائل، دي اكتر حاجه محمد ربنا يشفيك، اكتر حاجه هتخليه ان هو مؤمن بربنا، ان هو عنده يقين ان انا عايز ارجع، دي اللي هترجعه بسرعه. يعني ايمانه بربنا وايمانه ان هو عايز يرجع وايمانه وثقته في نفسه وان هو عنده يقين من جواه، دي اللي هتساعده مثلا لو هتقعد 6 شهور هتقعد 5 شهور،
انا عندي يقين مثلا، انا بتشوف على ما اتذكر كابتن حسام حسن في 98 او في كاس عالم 90 على ما اعتقد، كان عنده اصابه وكان انكر رجله مكسور، وكان رابط رجله والله العظيم يعني مش عايز اقول لك، قال لي على الموضوع ده كابتن احمد الكاس، فقال لي بقى بيمسك انكر رجله وبيضربه في الدكه، بيقول انت بيقول مش انت اللي تمنعني ان انا العب. فدي انا فاكر الكابتن حسام كويس ولعب البطوله وخد هداف البطوله. اذا التحدي، تحدي اللاعب نفسه، تحدي او الاراده اللي جواك او على يقين ان انت عايز ترجع هترجع. فتمنى له ان هو يرجع في اقرب وقت، ان هو يرجع يضيف للنادي الاهلي ان شاء الله، خصوصا ان هو لعيب صغير ولعيب جيد جدا. طيب كابتن احمد عادل بقى نجم النادي الاهلي الاسبق، واللي دخلت في فتره كده كانت فتره مميزه داخل صفوف فريق النادي الاهلي، وكانت فيه منافسه قويه جدا في كل مركز، وزي ما قلت صعب جدا لما بتبعد انك ترجع بسرعه وتلعب، لان كان المركز داخل صفوف الفريق فيها منافسه قويه جدا. كلمنا على المرحله اللي كنت فيها وظروف النادي الاهلي وقتها، وحتى كان لك نصيب انك لعبت مباراه في دوره ويمبلي امام برشلونه الاسباني. اكيد انا يعني يمكن زي ما بقول في كل مكان ان انا محظوظ ان انا لعبت في جيل من احسن الاجيال في تاريخ النادي الاهلي، ودي اللي ساعدتني بشكل كبير جدا ان انا احقق انجازات مع النادي الاهلي. حققت 5 بطولات مع النادي الاهلي، 2 دوري عام وبطوله كاس مصر وبطوله كاس سوبر افريقي وسوبر مصري. الحمد لله كنت سعيد جدا بالفتره اللي اديتها، ومحظوظ جدا ان انا عاصرت جيل من احسن الاجيال. وصلنا يعني انا لعبت في فتره كان موجود في المكان، كان كابتن اسلام الشاطر، احمد صديق، محمد بركات، احمد فتحي جانا بعد كده. كان صعب جدا ان انت تاخد مكان وسط النجوم دي كلها، لكن الحمد لله لعبت بشكل جيد. شاركت في بطوله افريقيا اللي هي بتاعت النجم الساحلي، نهائي النجم الساحلي بتاع العرجون اللي خسرناها، شاركت بحوالي عام 2007 اللي كان في القاهره الدوري 80% من البطوله، وشاركت في الدوري العام عديت نسبه المشاركه. فالحمد لله انا سعيد وراضي عن الفتره اللي انا قضيتها جوه النادي الاهلي، حققت فيها انجازات وبطولات، والحمد لله على مسيرتي بعد كده. يعني لو هنعمل فلاش باك، احمد عادل انضم ازاي للنادي الاهلي من النادي الاولمبي؟ ما فيش، هو كان في مفاوضات طبيعيه طبعا مع نادي الزمالك، كانوا بيفاوضوا النادي الاولمبي لمده شهر ونص، وما كانش في النادي الاهلي خالص، لحد ما النادي الاهلي عن طريق طبعا الكابتن الخطيب كان كلمني في التليفون، وانا فاكر المكالمه دي كويس جدا طبعا، اسطوره كابتن محمود الخطيب، ان هو يكلمني في التليفون دي حاجه كبيره جدا، وخصوصا والدي الله يرحمه كان، احنا اسره وعيله اهلاويه، فكان والدي كان كلمني كابتن مصطفى يونس وقال لي ان الكابتن الخطيب هيكلمني وكده، فكان والدي سعيد جدا ان الكابتن الخطيب هيكلمني. وبالمناسبه يعني مهم جدا ان الكابتن الخطيب يبقى موجود في الصفقات، هيفرق بشكل كبير جدا في استقطاب الصفقات للنادي الاهلي، لان اسمه وتاريخه وكرئيس النادي الاهلي ده مهم جدا، وقيمه واسطوره كبيره. فرق في انضمامي انا كاحمد عادل، لان زي ما بقول لك الكابتن الخطيب كلمني 18 سنه انا فاكر كويس يعني، فقال لي احمد انت يعني عايز تيجي النادي الاهلي؟ قلت له يعني انا شرف ليا طبعا انا موجود جوه النادي الاهلي. الموضوع ما خدش يوم، يعني خدش يوم، تاني يوم كنت في النادي الاهلي، وكان الزمالك بيفوضني بقاله شهر ونص. وبالمناسبه ان نادي الزمالك يعني قبل ما يجي لي عرض النادي الاهلي عرض عليا اول سنه كاش، فلوس كاش في اول موسم، فلوس كاش في اول موسم سنه استاذ ممدوح عباس، عرض عليا اول سنه كاش، وانا يعني اللي اخر شويه للموضوع ان جالي عرض النادي الاهلي، وهنا برضو بتفرق بقى رغبه اللاعب، هل انت عايز اهلي عايز زمالك. والحمد لله تمت صفقه النادي الاهلي عن طريق باشمهندس عادل القيعي، وكان الكابتن هادي خشبه مدير الكوره ساعتها. يعني لسه الرهان على الاسم، وده اللي بناكد عليه، ده من سنين مش من النهارده ولا من قبل كده، لا ده حتى من سنين، احنا بنتكلم في صفقه ما يقرب من حوالي 12 سنه، من 2005 13 سنه 13 سنه، فالرهان على الاسم وقيمه الكابتن محمود الخطيب في مكالمه واحده معاك، اسم النادي الاهلي واسم الكابتن الخطيب حسن بشكل كبير موضوع الصفقه. هيظل طبعا صراع الصفقات بين الاهلي والزمالك ده موجود لمدى الحياه يعني، بس دايما في الاهلي كده في حته بتبقى مميزه، اسم النادي، التاريخ، البطولات، اكيد بص بتساعد اي لاعب في الاختيار. اكيد النادي الاهلي، بص انا يمكن هقول لك حاجه، انا وانا بلعب في الدوري العام تاكد 1000000% ان 80% من اللعيبه اللي في مصر لو جالها اهلي او زمالك هتختار النادي الاهلي. تاني تاكد 1000000% لو 80% من اللعيبه اللي في مصر لو جالها اهلي او زمالك
هيختاروا النادي الاهلي. مش ماديا. هنا ممكن انتقل لنقطه ثانيه، بيفرق رغبه اللعيب في ان هو عايز يروح النادي الاهلي غير ما يفرق رغبه اللعيب ان انا عايز اروح اخد كام. لا الغريب كمان يا احمد في كلامك، رغبه اللعيب يمكن في العالم كله الرغبه هنا بتبقى قايمه بناء على مبلغ متقدم له او قيمه عقد هياخده، لكن انا ملاحظ حتى في كلامك او كلام لعيبه ثانيه الرغبه هنا مش مرتبطه بفلوس. صح؟ بص اللي دخل عاش جوه النادي الاهلي محدش يعني محدش هيحس في مصر بقيمه النادي الاهلي. تخيل انت لما حد لما انا كلاعب جوه النادي الاهلي وطلعت بره النادي الاهلي بتكلم مع لعيبه ثانيه فوصلت لدرجه ل 80% من لعيبه مصر ان الناس دي عايزه تشوف جوه النادي الاهلي بيحصل ايه، او الناس دي عايزه تشوف البطولات دي بتيجي ازاي. انا عشت سنه ونص جوه النادي الاهلي خلتني ان انا العب 10 سنين بعد النادي الاهلي. اللي اتعلمته جوه النادي الاهلي حاجات كتير جدا. النادي الاهلي ضاف لي بشكل كبير جدا حتى في التكوين الشخصيه، تكوينك انت كشخص. واللي فرق اكتر في شخصيتي مستر مانويل جوزيه. الراجل ده ليه فضل عليا كبير جدا بعد ربنا سبحانه وتعالى. ان انا امشي صغير من النادي الاهلي وان انا اقعد العب 10 11 سنه بعد ما امشي من النادي الاهلي، لا يبقى في حاجه ايجابيه انا شفتها جوه. استفدتها من المكان ده. استفدتها من المكان ده، والراجل ده ضاف لي بشكل كبير جدا. مش شرط ان انا استفاد ماديا. في لعيب كوره بيحسبها ماديا وفي لعيب كوره بيحسبها هل انا استفاد ايه كشخص. الماديات مش كل حاجه. انت على يقين ان انت جوه مكان محترم يضيف لك بعد كده بشكل كبير حب جماهير النادي الاهلي للواحد وهو ماشي في الشارع، دي عندي بكنوز الدنيا كلها. اول يوم عشته اول ما خرجت من النادي الاهلي عدى عليك ازاي؟ او اول يوم دخلت فيه غرفه خلع ملابس الفريق الثاني اللي انتقلت ليه بعد النادي الاهلي؟ النادي الاتحاد. كان نادي الاتحاد السكندري. كان نادي الاتحاد السكندري. ومش غريب عليك برضه انت اسكندراني. انا اسكندراني وهاجي نقطه جماهير نادي الاتحاد يعني والحاج محمد مصلحي طبعا. اكيد انت ماشي من النادي الاهلي بطولات وانجازات ومعاك نجوم احسن نجوم في مصر وان انت بتروح نادي الاتحاد، بس انا كان عندي يقين من جوايا ان انا عايز ارجع نفسي لان انا قعدت اخر فتره في النادي الاهلي ما كنتش بلعب، فهو انا عندي 22 سنه فلسه ببدا حياتي. كانت يعني واخداني شويه حته البطولات وان انا سبت النادي الاهلي او انا مش موجود في النادي الاهلي، بس برضو على يقين من عندي يقين من جوايا ان انا عايز لا انا ارجع نفسي بدري. انا في ناس بتمشي من النادي الاهلي الناس بتنساها، بيبقى 22 سنه 23 سنه وبيمشي من النادي الاهلي الناس بتنساه. لا انا كان يعني بعد ربنا سبحانه وتعالى وجماهير نادي الاتحاد ووقوف الحاج محمد مصلحي جنبي وقال لي لا انت لسه صغير وهترجع نفسك تاني وانا اخترت نادي الاتحاد. وخصوصا انت عارف يا سعيد وانت ماشي من النادي الاهلي بيجي لك اكتر من عرض. كان جالي معاك الفتره دي انا فاكر كنت موجود معاك في النادي في وقتها، العروض اللي كانت بتجي لكم حتى مجرد ان اسمك في الاهلي وانت طبعا. ممكن كان بيجي لك عروض كتير انا فاكر في الدوري. انت يعني انا على ما اتذكر جالي اسماعيلي وجالي مصر وجالي انبي وجالي اتحاد ومش فاكر وجالي الجونه. كان الجونه لسه صاعد. كان لسه صاعد. كان لسه صاعد، بس انا اخترت يعني انا عارف ان لو رحت الاسماعيلي هواجه صعوبه شويه. انت عارف الحاله يعني اللي بين الاهلي والاسماعيلي. اخترت نادي الاتحاد لان انا زي ما انت بتقول اسكندراني. وانا حسيت من جماهير ومن كلام الحاج محمد مصلحي معايا لا انا في حاله او حاسس مثلا لما تصلي استخاره كده في الاستخاره بتوديك في حته معينه. ففعلا ودتني اتحاد سكندري وخصوصا رحت النادي الاتحاد قعدت اول اربع مباريات زي ما انت بتقول حاله برضو اللي انا لسه ماشي من النادي الاهلي ما كنتش بلعب. رجعت نفسي تاني وقدرت ان انا اشارك طول السيزون واشتركت وكنت عديت نسبه المشاركه في السيزون الثاني ليا في نادي الاتحاد والحمد لله راضي عن مسيرتي كلها يعني واكيد تجربتي في النادي الاهلي اضافت لي بشكل كبير جدا طول حياتي يعني طول مسيرتي. طيب في تاريخك اكيد مش هتنساه يعني حاجه كده انت حاططها في المكتبه عندك، مباراه الاهلي وبرشلونه الاسباني، لعبت مباراه في استاد ويمبلي دوره ويمبلي الوديه كانت بالنسبه لكم تاريخ كبير جدا لجيل كان في التوقيت ده عامل نتائج كبيره في القاره الافريقيه. لا هو انا لعبت برشلونه اللي كان في مصر المأوية اللي في مصر اللي هناك رحت بس ما لعبتش انا لعبت اللي هي كان فيها رونالدينيو وميسي وديكو كان انت لعبت الاصعب انا لعبت لا حاجه كبيره وخصوصا بص يعني بالمناسبه انا شاركت في مأويتين مأوية النادي الاهلي ومأوية النادي الاولمبي ودي حاجه برضو بتضيف لي في تاريخي يعني اكيد مباراه طبعا كبيره جدا وكان ليها طابع خاص 120 ألف متفرج دلوقتي انت عارف الدوري من غير جماهير خالص دلوقتي انت في مباراه برشلونه 120 ألف متفرج انا متذكر
محمد شوقي بينادي عليا، يعني انا واقف جنبه بينادي عليا مش سامعه من صوت الجماهير ومن الاجواء اللي كانت موجوده، كانت حاجه تفرح بجد. تلعب قصاد ايتو، ميسي، رونالديني، وديكو، انيستا، تشافي، ورا ماركيز، بويول، جودينسن، زامبروتا، يعني نجوم العالم كلها، كانت اكيد مباراه طبعا ضافت لي في تاريخي اكيد. يعني مين كان بيميل عليك اكتر في الجبهه اليمنى؟ من فرقتنا ولا لا من فرقه برشلونه؟ لا برشلونه رونالدينيو. عملت ايه؟ لا انا متذكر موقف طبعا مع كابتن وائل جمعه. فجالي قبل انا على فكره المباراه دي انا كنت رابع واحد هلعب. رابع واحد هلعب. كان هيلعب يبدا اسلام الشاطر، وهو ده في الاحتياطي في الترتيب التغييرات يعني. لا اللي هيبدا المباراه في مكاني انا اسلام الثاني. اسلام كان لسه راجع من الاصابه، فالاصابه رجعت له قبلها بيومين. فهيلعب مين؟ بركات. فبركات اتعور يوم المباراه، فجه معانا المعسكر تمام، ولسه شيء يعني هتلعب او مش هتلعب حسب الدكتور ما هيقول له. فهم خدوا قرار انه يلعب احمد صديق. فاحمد صديق فالراجل قال لك ايه، مستر مانويل قال لك لا انا استفاد بيه في الخط الامامي. فانا رابع واحد لعبت، فانا قاعد بقعد على طول مع شادي محمد. فقاعد مع شادي، فبيجي مين يقعد معانا؟ بركات على طول. فانا قاعد، فانا يعني انا ممكن العب مباراه كبيره زي دي، طب لو نزلت هعمل ايه؟ طبعا انت عمال تفكر، وطب نجوم العالم اللي جايين دول يعني الموقف في الماتش هيبقى عامل ازاي؟ تركيز يعني. فلقيت بركات قال لي خلي بالك، عشان انا كنت لسه مع الدكتور دلوقتي، وانت اللي هتلعب، انت مفيش غيرك. قلت له العب ايه بس؟ لسه يعني شد حيلك انت، الماتش تقيل والعب انت يعني. قال لي لا لسه، قال للدكتور انا مش هلعب. المهم والله العظيم يا سعيد، اليوم ده انا نايم الساعه 6 الصبح. ما جالكش نوم؟ مش جاي لي نوم، مش عارف انام. كل شويه اتقلب انام، شادي عمال يقول يا ابني نام ما توترناش. انت بتفكر في رونالدينيو وفي ميسي وعايز اقول لك من كتر التركيز الحمد لله مستر مانويل بعد المباراه اداني مان اوف ذا ماتش. وانا اصغر لعيب في الفرقه، وكنت لسه جاي من النادي الاولمبي، اداني واشاد بيا بعد المباراه. ومستر مانو على طول بعد كل مباراه ان هو بيبقى موجود في بيعمل بينا محاضرات، فقال قدام الفرقه كلها احمد عادل اصغر لعيب في الفرقه هو اللي ما كانش راهب الموقف، هو كان من احسن الناس في المباراه. ودي طبعا مباراه انا ما اقدرش انساها طبعا. بس التفاصيل دي اول مره تقولها على فكره؟ خالص اول مره تقولها فعلا، انا اول مره اتكلم فيها في حياتي عامه يعني. تمام. في المباراه بقى عشت المباراه ازاي وانت قدامك نجوم الكره الاوروبيه والعالميه بيلعبوا قدامك؟ انت بتتفرج عليهم في التلفزيون، بتشوف ماتشات دوري ابطال اوروبا، لكن يعني وجها لوجه كده في ملعب استاد القاهره وقدامك 120 الف متفرج، مشهد واحساس مختلف. عشت ازاي احداث المباراه؟ ومين كان بيميل عليك اكتر؟ او في المناورات بقى انت كمدافع وهو كمهاجم جاي عليك؟ هو كان رونالدينيو كان بيلعب هاف ليفت وانا كنت بلعب باك رايت. على ما اتذكر موقف برضو كوميدي شويه، مستر مانويل وهو بيقول المحاضره، فقال لي انت هتبدا وهتلعب على رونالدينيو. رونالدينيو كان واخد احسن لعيب في العالم قبل المباراه دي، وكان واخدها بقى له حوالي سنتين او ثلاث سنين. كان ده سنه 2007. 2007 كان بياخدها 5 و6 و7، كان بياخد مع احسن لعيب في العالم على طول. فقال لي خلي بالك انت هتلعب على رونالدينيو، لو اداك كوبري عادي. ده في المحاضره قدام كل اللعيبه. في المحاضره لو اداك كوبري عادي، لو رقصك ووقعت قوم تاني وكمل، لو خد الكره من فوقيك عادي جدا كمل وراه، ده احسن لعيب في العالم. فقلت كل شويه عادي، امال ايه اللي مش عادي؟ انت مرمطتني خالص. بس فالحمد لله كان يعني من كتر التركيز اللي انا كنت فيه ما كنتش حاسس بحاجه خالص. هو كمان مستر مانور كان بيكلمك نفسيا، هو كان بيأهلني نفسيا للماتش. بيأهلني نفسيا. وده كان يعني ما اخش لك في تفاصيل، اكيد كان مباريات كتير جدا ومباريات صعبه جدا كان بيعتمد عليا فيها. ولان انا الحمد لله مع مستر مانويل، حتى هو بعد كده قال لي ان انت من اللعيبه اللي بتتحمل ضغوط، ان انا ممكن احط ضغوط عليك انت تتحملها. عشان كده كنت العب ترجي في تونس، العب اسك في ابيجان، العب ترجي في رادس، كانت ماتشات صعبه جدا وكنت ببقى موجود فيها وكنت بادي بشكل جيد. في السنه دي يا احمد انتوا لعبتوا كمان برشلونه هنا في استاد القاهره، ده غير دوره ويمبلي الوديه هناك، ولعبتوا بنفيكا. لعبنا بنفيكا. كانت مباريات في السنه دي كانت فرصه طيبه للجيل ده. اكيد كانت احتكاكات عالميه، احتكاكات انت بتلعب مع بنفيكا، برشلونه، بتلعب مع اقوى فرق في افريقيا، بتلعب نجم ساحلي ترجي.
وعايز اقول لك الترجي والنجم الساحلي من السنين الاخيره مش هو الترجي اللي على ايامنا. الترجي كان لعيبه جامده جدا، ال11 جامدين جدا، النجم الساحلي 11 جامدين جدا، وفي اول بطوله ليا احنا واخدينها النجم الساحلي في اثيوبيا لو تتذكر السوبر الافريقي. دي كانت اول بطوله ليا واول مشاركه ليا مع النادي الاهلي. شاركت في لعبنا اكسترا تايم، شاركت في الشوط الثالث والرابع، والحمد لله بضربات الجزاء قدرنا ان احنا نحرز البطوله. فاكيد كانت مشاركات قويه الواحد ما يقدرش ينساها يعني. طيب بما انك كنت موجود في الاهلي وكانت في منافسه وكان الدوري، انتقل بقى لجزئيه المنافسه السنه دي وشايف الاهلي ازاي. مش هتكلم عن المرحله الحاليه لكن اجمالا بشكل عام، بدايه الموسم، التدعيمات في يناير، الشكل اللي ممكن الاهلي فيه يتغير الفتره القادمه بعد تغيير الجهاز الفني وجود لاسارتي مع النادي الاهلي، رؤيتك لوجود النادي الاهلي في التوقيت الحالي. اكيد مفيش شك زي ما قلت لك في البدايه الاصابات مأثره على اداء النادي الاهلي بشكل جيد، يعني كل ما حد يرجع حد تاني يتصاب، في تضارب في الافكار حتى للراجل اللي جاي جديد مستر لاسارتي. اول ما جه عنده حوالي 5 اصابات او 7 اصابات ومن العناصر الاساسيه. بطمن جماهير نادي الاهلي ان شاء الله بعد فتره الانتقالات دي هيشوفوا النادي الاهلي بشكل جيد. اضافات اكيد رمضان صبحي، جيرالدو، اللعيبه اللي جايه جديده، كان محمد محمود ربنا يشفيه، اكيد هيبقى ليهم افضليه. حسين الشحات اكيد اضافه، ياسر ابراهيم اضافه للنادي الاهلي، وخصوصا كان يعني الناس دلوقتي والجماهير عندها وعي، عندها وعي ان شايفين ان ديفنس النادي الاهلي او خط ظهر النادي الاهلي محتاج تدعيم. فياسر ابراهيم اكيد اضافه قويه. بشوف تصريحات كابتن سعد عبد الحفيظ فيها هدوء كبير جدا في ظل الصراع اللي بيدور في الانتقالات. النادي الاهلي بطمن الجماهير، انتظروا النادي الاهلي بعد فتره الانتقالات، وانا شايف النادي حتى لو سنه استثنائيه فالنادي الاهلي بيكون فريق او بيعمل قوام لفريق النادي الاهلي ان هو يقدر ان هو يساعده ان هو ياخد بطوله افريقيا مش ان هو ياخد دوري عام. وخصوصا اللي عايز اكد عليه مهم جدا، انت كلاعب جاي النادي الاهلي، انت جاي لعيب، انت المفروض تاخد دوري الابطال، دوري ابطال افريقيا، انت مش جاي العادي ان انت تاخد دوري عام، لكن مهم جدا انت شخصيه اللعيب اللي جايه دي مهمه. انا وجهه نظري ان مش لازم يبقى لعيب كويس جدا على قد ما هو شخصيه يجي يضيف للنادي الاهلي. هو مهم شخصيه لعيب النادي الاهلي غير اي لعيب بغير اي فرقه ثانيه. شخصيه لعيب النادي الاهلي انا جاي اخد دوري ابطال، انا مش جاي اخد دوري عام، طبيعي ان انا اخد دوري عام. سقف الطموح عند جماهير النادي الاهلي عالي، واجيال هي اللي وصلت للجماهير. عشان كده بقول للجماهير مهمه جدا زي ما انتم بتقولوا على الحلوه والمره معاه، دي المره اللي مهم جدا انتوا جماهير تقفوا ورا النادي الاهلي. ياما فرحنا الجماهير وياما فرحنا جماهير النادي الاهلي كلها. مهم جدا ان الفتره دي الكل يساند، الكل يبقى مساند للنادي الاهلي، مساند للجهاز، مساند للعيبه. مهم جدا اللعيبه تحس بقيمه تيشيرت النادي الاهلي ومسؤوليه النادي الاهلي وشخصيه النادي الاهلي. ده اللي لازم نشوفه في المباريات. الفتره دي فتره نتائج مش فتره اداء، مش فتره اداء، مش فتره اداء خالص. مهم جدا ان انت تحقق الهدف اللي هو 3 بونت. الاداء ممكن يجي مع الوقت، لكن انت في فتره انت عايز تقلل الفارق بينك وبين الاول وبينك وبين الثاني. مهم جدا ان انت مع نادي الزمالك او مع نادي بيراميدز الناس اللي بتنافس ان انت تحقق نتيجه ايجابيه. عدت مباراه بيراميدز مش دي مشكله، وانا اللي واثق منه جوه النادي الاهلي. المشكله مش في خساره بيراميدز، المشكله في الاداء. هل الاداء هيوصلني ان انا اكسب ولا لا؟ مباراه بيراميدز انا عارف جوه مسؤولين جوه النادي الاهلي وجوه الفريق في النادي الاهلي، مباراه بيراميدز زي اي مباراه. لكن مهم جدا ان انا بلعب بيراميدز الدور الثاني او بلعب الزمالك عندي 6 بونت وعندي 3 بونت، دول 9 يخلوني في مكان منافسه مباشره، في منافسه مباشره مع المنافس ليا. فهي ده التارجت وده الهدف اللي انا واثق منه جوه الفريق، وده واضح في كلام كابتن سيد عبد الحفيظ. مهم جدا ان اللعيبه تحس بالمسؤوليه، ان اللعيبه الكبيره ليها دور اساسي في ان يلموا الفرقه تاني على الهدف بتاع النادي الاهلي وعلى القيم والمبادئ اللي جوه النادي الاهلي. تمام. كنت احد اللاعبين الجدد اللي انضموا للاهلي في فتره معينه، وكان في لعيبه كبيره داخل صفوف الفريق. في التوقيت الحالي في لاعبين جدد ايضا انضموا للفريق. مساله الضغط الجماهيري او اللعيبه الجدد اللي لسه داخله على صفوف الفريق شويه شويه او واحده واحده، المساله دي بتتحسب ازاي جوه الفرقه؟ او الجمهور رسالتك ليه ايه كمان جوه الفرقه عشان ما يبقاش وسيله ضغط على لعيب
او انك تبقى شايف اللاعب اللي جاي ده ممكن يكون اضافه لفريق النادي الاهلي؟ هو بقى امر طبيعي ان انت لما بتجيب حسين الشحات بتجيب ياسر ابراهيم، هو بقى لعيب جوه النادي الاهلي، فانا مش هسبب له ضغط ان هو يحقق، لا انا بسنده لحد اخر دقيقه. وانا عمري ما شفت في تاريخ جماهير النادي الاهلي ان الجماهير بتشتم حد او بتغلط في حد، بعكس جماهير تانية الجماهير على طول بتساند في التدريبات قبل المباريات الرسميه، وخصوصا انت بتشوف دلوقتي المباريات من غير جماهير. انا اللعيبه دلوقتي بتلعب براحتها، بس في نفس الوقت كنت حريص جدا الفتره الاخيره ان اللعيبه تحس ان في جماهير في المدرجات عشان تحس بالمسؤوليه دي، كان مهم جدا حتى لو في التدريبات، مهم جدا ان الجماهير تبقى في التدريبات، حتى اللعيب اللي جاي جديد او المدير الفني الجديد هيحس بجماهيريه النادي الاهلي، وهيحس بقيمه النادي الاهلي، هيحس بقيم النادي الاهلي، هيحس ان القاعده الجماهيريه دي كلها هتضيف له ولا مش هتضيف له، المكان اللي انا موجود فيه ده مهم ولا مش مهم. مهم جدا ان انا كنت بقول وجهه نظري ان الجماهير تبقى في التمرين عشان اللعيبه تحس والمدير الفني يحس، لا دي احنا اكبر نادي في افريقيا واكبر نادي في الوطن العربي جماهيريه، فده مهم جدا ان هو كان يحصل الفتره الاخيره. فكره الجهاز الفني لاسارتي مثلا لو في تدعيمات وصفقات جديده وباني وجهه نظره الفنيه على بدايه لعيب زي مثلا زي محمد محمود، وجت اصابه طارئه مثلا هتبعده لفتره طويله عن الملاعب، الجهاز الفني ممكن يتعامل ازاي مع ملف زي ده؟ انك تبني شكل وبدايه فرقه بلعيب جديد وفجاه اصيب. اكيد بتعمل له ربكه في الحسابات، لكن انت بقيمه كبيره زي مستر لاسارتي والجهاز الفني كابتن محمد يوسف اكيد بيبقى فيه البديل، يعني انت مش هتحط تشكيل 11 وهم دول اللي هيأدوا طول السيزون، اكيد بيبقى حاطط سيناريوهات، بديل محمد محمود مين، بديل احمد فتحي مين، بديل محمد هاني مين، اكيد بيبقى عنده بدايل. وصلنا زي ما بقول لك انت في تيم كبير زي النادي الاهلي، مهم جدا ان اللي بره في النادي الاهلي يبقى احسن من اللي جوه، هي دي فرقه البطوله، ان انت بيبقى عندك 25 لاعب نجم او 30 لاعب نجم، اللي بره بيبقى احسن من اللي جوه، هي دي فرقه البطوله. لما بيقع منك محمد محمود بتلاقي حسين الشحات، لما بيقع منك حسين الشحات لا ان شاء الله مش مستاهله لا بقول لك مثلا هتبقى يعني صعبه قوي يا احمد هتبقى الموضوع صعب. فاتمنى طبعا ان يعني كفايه كده اصابات للنادي الاهلي، كفايه فعلا، اتمنى ان يعني ربنا يحفظ اللعيبه كلها جوه الفريق، وان هم يقدروا يأدوا الفتره اللي جايه بشكل يليق باسم النادي الاهلي. بس قلت حاجه، انا عايز برضو يعني اعمل فلاش باك لدقائق بسيطه انت لسه قايلها من شويه، وانتوا بتستعدوا لمباراه برشلونه كان المفروض هيلعب اسلام الشاطر اصيب او كان لسه راجع من الاصابه، محمد بركات اصيب، كان احمد صديق بس الجهاز الفني شاف هيحطه في مركز تاني، برضو الكلام ده حصل في الجبهه اليمنى في الاهلي حاليا، احمد فتحي مش موجود، كان محمد هاني لفتره طويله ايضا كان مصاب مش موجود، لعبت حتى بكريم نيدفيد في مركز مش موجود، اكرم توفيق برضه واكرم توفيق لعب. هي الفكره، بس انا عايز افكر الناس ان فكره الاصابه مش قايمه على جهاز طبي او مسؤول بشكل مباشر، في عوامل كتيره جدا. وانت بتتكلم في الاصابات دي في التوقيت ده يا احمد وانتوا بتلعبوا كان اصابات كتير، كانت بتحصل تعرض لعيبه لاصابات كتير نتيجه تلاحم مباريات، كنتوا بتلعبوا ساعتها خمس بطولات في السنه الواحده وكنتوا بتكسبوا حتى الخمسه انا فاكر في السنه ديت. لا السنه اللي انا كنت فيها كانت، واقول لك على حاجه برضو الناس ما تعرفهاش، ان احنا اللائحه بتاعت اللي كان حاططها مستر مانويل والكابتن حسام بدري ايام ما كان مدير كوره ومدرب عام، ان انت بنلعب كل اربع مباريات ب 10 بونت، لو جبت ال 10 بونت تاخد مكافاه، ما جبتش ال 10 بونت مش هتاخد حتى، يعني انت كسبت مفيش مكافاه، مفيش مكافاه، لو جبت 9 بونت كسبت 3 مباريات وخسرت مباراه مش هتاخد مكافاه، اخر الشهر مش هتاخد مكافاه، لكن لازم تجيب ال 10 بونت. دي لائحه تحفيزيه للعيبه كلها. وهنا لما انا كلعيب بروح، انا جاي من اولمبي ورايح النادي الاهلي، فلما بشوف اللائحه دي طموحي اكيد بيعلى، لان انا عايز احقق انجاز، عايز احقق هدف، هدف ان انا عايز اجيب ال 10 بونت من ال 12. بونص بيجي لي كل فتره بونص، انت ال 10 بونت اللي هم الثلاث مباريات مكسب واحد تعادل. واحد تعادل. احنا يعني على ايامنا كان التعادل ده بمقامه خساره. أنا عايز أقول لك خصوصا إحنا بنلعب حرس الحدود، لو تفتكر المباراة اللي مستر مانويل اتنرفز فيها وقلع الجاكيت في استاد القاهرة، كانت في استاد القاهرة، كنا خسرانين 2-0، كنا كسبانين 2-0 حرس الحدود، والأداء ما كناش كويس جدا، ما كناش كويس خالص، فمستر مانويل اتنرفز علينا كسبانين 2، مستر مانويل اتنرفز علينا ونزل الأوضة، الراجل اتحول وعمال يعني مستر مانويل اللي كان بياخد زيرو، اللي كان بيديله زيرو يعني تريكا ياخد زيرو، وائل جمعه ياخد زيرو، بركات بياخد زيرو،
فانا مستغرب يعني احنا كسبانين 2-0 ازاي كده. نزلنا الشوط الثاني مسكنا حرس الحدود كسبنا يعني جبنا جونين وكسبناهم 4 وباداء كنا مكسرين الدنيا. جينا تاني يوم فمستغربين قال لنا انتم مستغربين ان انا عملت كده ليه واحنا كسبانين. قال لنا الاداء بتاعكم لو كنت فضلتوا الشوط الثاني بنفس الاداء ده كانت حرس الحدود هتكسبكم، وانا لو ما كنتش عملت كده ما كنتش هتحس بالمسؤوليه. فانا اضطريت ان انا اعمل كده عشان شفتوا الشوط الاولاني الفرق من الشوط الثاني. فهو ده هو ده هو ده النادي الاهلي، هو ده الطموح اللي جوه النادي الاهلي، هو ده الهدف اللي كان مستر مانويل عايز يوصله للعيبه كلها. ارجع لك لحته الاصابه وان انت ازاي تتاهل، مثلا احمد عادل اتعور مثلا او فلان اتعور او فلان اتعور، هي حته تدوير وان انت تبقى مهيئ اللعيبه كلها. في وجهات نظر مدربين كتير جدا ان انت بتعتمد على 11 لعيب. في مدرب سياسته كده ان هو بيلعب ب 11 وبيغير 3 وما بيغيرهمش، ال 14 ما بيتغيروش طول السيزون. كانت مهم جدا ان انت بتبقى مهيئ اللعيبه كلها، دي بترجع مدير فني، ترجع للجهاز الفني. ان انت بتبقى مهيئ اللعيبه كلها. حته التدوير دي كان مستر مانويل بيعملها معانا. يعني لما اسلام الشاطر مش موجود احمد عادل موجود، لما بركات مش موجود فتحي موجود، لما فلان انيس مش موجود حسن مصطفى موجود، لما شاوي مش موجود حسام عاشور موجود. فانت بتهيئ اللعيبه كلها ان هي تشارك، عشان كده ما بتحسش بفرق بين اللي بينزل وبين اللي قاعد احتياطي وبين اللي بيبدا. صدفت في مره كل دول مش موجودين؟ لا لا خالص خالص. انا بقول لك حاله غريبه جوه النادي الاهلي. الليفل بقى المره دي كان مختلف. مختلف جدا. انت عندك من اهم، انت عندك القوام الاساسي النادي الاهلي مصاب. اللي انت بتبني عليه فرقه، القوام اصلا مصاب. فانت ازاي هتقوم تقف بفرقه مثلا لو عندك 6-7 لعيبه من القوام الاساسي بتضيف عليهم 2-3 تغييرات او اي لعيبه تانية، انت عندك القوام اصلا مصاب. فمش انت بتلعب هاني سيرد باك، فمش مركزه خالص، فبتبقى مضطر. لكن ارجع لك في الكلام ان انت بعد يناير هنشوف النادي الاهلي بشكل مختلف. بعد فتره الانتقالات والاستقطاب والتدعيم بتاع النادي الاهلي اكيد 100% بطمن الجماهير ان انتوا هتلاقوا الاهلي شكل مختلف. تمام. طيب المسابقه السنه دي الدوري العام بشكل في التوقيت الحالي بالمنافسه اللي موجوده في المراكز المتقدمه او حتى في ترتيب عدد الفرق في الجدول، جدول غريب، مسابقه غريبه، هل ده راجع لقوه البطوله ولا انت شايفه ازاي؟ لا انا ماسك الجدول امبارح مستغرب جدا من شكل الجدول. الجدول زي ما انت بتقول غريب جدا. الاسماعيلي في ديل الجدول في اخر الجدول، المصري في اخر الجدول، انبي في اخر، بتروجيت اخر الجدول. حاله غريبه جوه، حاله غريبه جوه الدوري المصري. على ما اعتقد برضو ان الفرق الكبيره هتقدر ان هي تستعيد نفسها تاني بتدعيمات. نشوف المصري امبارح بيأدي بشكل جيد قدام بيراميدز، نتيجه ايجابيه، محقق نتيجه ايجابيه، بيبقى خسران 3-1 وبيرجع. اكيد كل مدير فني محتاج فتره توقف، وخصوصا كان مع المصري الكابتن ايهاب مأدي بشكل جيد، كان محتاج فعلا ان هو فتره توقف ان هو يستعيد اوراقه تاني. كل الفرق الكبيره دي اكيد هتعمل تدعيمات لصفوفها، وهنشوف. انا وجهه نظري انت هتشوف الدوري المصري الدور الثاني غير الدور الاولاني خالص، وان كل الفرق دي اللي تحت في اخر الجدول هتقدر ان هي تاخد مراكز متقدمه. طيب في التوقيت الحالي في استراحه محارب بالنسبه للنادي الاهلي، خلاص عنده مشوار افريقي، عنده مباراتين في اقل من اسبوع خلال الفتره القادمه، هيلعب امام فيتا ان شاء الله يوم السبت القادم في برج العرب، لكن اقل من اسبوع بعدها يوم الجمعه مباشره يوم 18 يناير هيسافر الجزائر امام الشبيبه الجزائري. استراحة محارب فريق النادي الأهلي في التوقيت الحالي ما بين مباريات محلية ومباريات إفريقية، بعد عدد من المباريات المحلية الفترة الأخيرة هياخد فترة كده حوالي أسبوع 10 أيام مباريات الإفريقية. شايف إن اللاعب النادي الأهلي إزاي يغير تفكيره وتركيزه من بطولة لبطولة تانية في وقت قصير عشان يقدر ينجح في كل هذه البطولات؟ وأنا تحديدا بسألك السؤال ده لأنك من ضمن اللعيبة اللي لعبوا مع النادي الأهلي 5 بطولات في موسم واحد، وكنتوا بتلعبوا على الخمسة، وفي سنة من السنين كسبتوا الخمسة، مش هقول كسبتوا 4، لا كسبتوا الخمسة. فازاي جاء لاعب النادي الاهلي بيفكر ويغير تفكيره من بطوله لبطوله؟ بص هو بيرجع لهدف اللي بيبقى جوه الفرقه، الهدف اللي هو انا بلعب اي مباراه افريقيه في كاس مصر، كاس في بطوله عربيه، في دوري عام، انا بلعب على المكسب. انا شايف ان كان دافع كبير جدا للنادي الاهلي وفريق النادي الاهلي قبل مباراه تافيتا كلوب المكسب نادي سموحه، كان مهم جدا زي ما بقول لك، مكسب معنوي، مكسب معنوي، يعني يرجع ثقه اللعيبه في نفسها، يرجع ثقه الجماهير في المباريات الافريقيه. كان مهم جدا انت تحقق نتيجه ايجابيه
مش ان انت تأدي قصاد نادي سموحه انت تحقق نتيجه ايجابيه ترفع معنويا من 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 روح المعنويه للعيبه وللجهاز، واكيد الروح اللي بتبقى جوه اللعيبه وخصوصا دي بيبقى ليها دور من اللعيبه الكبيره جوه الفرقه، ان انت بتوصل حتى للصفقات الجديده او حتى لسه اللعيبه اللي ما شاركتش بصفه اساسيه، ان انت مهم جدا ان انت بتلعب اي مباراه انت عايز تحقق المكسب، سواء في الدوري في كاس في بطوله افريقيه احنا بنلعب على المكسب، وخصوصا انت بتلعب بره ارضك جوه ارضك، انت النادي الاهلي انت على طول بتلعب على المكسب، انت ما بتقبلش باي نتيجه ثانيه، فدي الروح اللي لازم تبقى جوه اللعيبه يعني. مباراه افريقيا بقى الفتره القادمه تبدا دور المجموعات، ممكن انضمام رمضان صبحي للقائمه الافريقيه، حسين الشحات، ياسر ابراهيم، تدعيم اكيد هيبقى في تدعيمات لان عندك 7 اماكن في القائمه الافريقيه هتدعم فيهم حتى اخر يناير. مباراه فيتا شايفها ازاي؟ المباراه الاولى على ارضك، فريق كان وصل نهائي الكونفدراليه الموسم الماضي وصيف البطوله، شايف قوه هذه المباراه ومدى استعداد الاهلي والفوز باول 3 نقاط؟ اكيد مباراه مهمه وخصوصا بتلعب مع الوصيف لبطوله الكونفدراليه، فيتا كلوب فرقه قويه جدا، اكيد الجهاز الفني مستر لاسارتي دارسين الفريق بشكل جيد، وعلى ما اعتقد ان النادي الاهلي المباراه في اسكندريه فهم مركزين بشكل كبير جدا، مش عارف النادي الاهلي هل رجع من اسكندريه او لسه موجود هناك في معسكر مغلق، لكن اكيد بيحضروا الجهاز الفني محضر للمباراه بشكل جيد، اكيد مباراه صعبه ما فيش شك، اتمنى لهم التوفيق طبعا ان شاء الله. تمام، المباراه في حد ذاتها شايف ان 3 نقاط مهمه في البدايه، لكن بشكل عام ان الاهلي اذا قدر ان شاء الله يتخطى هذه المباراه يحقق 3 نقاط في اقل من اسبوع مسافر الجزائر، مباراتين يفرقوا بشكل جيد في بدايه المشوار ولا المشوار طويل؟ لان لو قسنا على ده بالسنه اللي فاتت البطوله اللي فاتت اول مباراتين حققت نقطه، لكن عرفت تعمل نتائج كويسه وريمونتادا في البطوله وحققت 4 انتصارات متتاليه وتاهلت كاول المجموعه. اكيد انت لو حققت نتيجه ايجابيه في انت من مباراه لمباراه وطول ما انت بتحقق المكسب معنويا انت بتعلى، وخصوصا انت لما بتحقق مكسب لو حققت من ربنا كرم وحققت مكسب على فيتا كلوب اكيد هيسهل لك معنويا شويه ان انت تطلع تعمل نتيجه ايجابيه في الجزائر، وده اللي اتمناه طبعا للنادي الاهلي، وخصوصا محتاجين جماهير نادي الاهلي تفرح وان شاء الله يبقى بدايتها مع مباراه فيتا كلوب ان شاء الله. فكره ان التذاكر، يمكن عايز اقول لك معلومه بصراحه، يعني الرقم او سعر التذكره اللي سمعناه في الساعات الاخيره بيرجعنا لايام زمان، ايام الجميله لما كان الجمهور النادي الاهلي بيملى الملعب بالكامل. سعر تذكره مباراه فيتا هتكون 10 جنيه. شايفها ازاي كرساله للجمهور، جمهور النادي الاهلي؟ معناها ايه؟ او انت كلاعب شايف اداره النادي بتطرح سعر التذاكر لمباراه قادمه ب 10 جنيه في توقيت ان التذاكر دلوقتي وصلت ل 50 و75 و100 جنيه. لا انا عايز اقول لك مباراه النادي الاهلي اللي في اسكندريه حتى بالذات انا بقى متواجد فيها. يعني بتروح مباراه الاهلي في اسكندريه؟ بقى متواجد فيها. مجلس اداره النادي الاهلي بيبقى حريص جدا ان جماهير النادي الاهلي لازم تبقى موجوده في الاستاد، ده اللي انا عايز اكد عليه، مهم جدا ان انت كجماهير النادي الاهلي انت بقى موجوده في الاستاد، زي ما بقول لك مهم جدا اللعيبه تحس بيك في المدرج، ده بيحط عليهم مسؤوليه، وعايز اقول للعيبه مهم جدا انت تتحمل، هي مش ضغوط هي مسانده من جماهير النادي الاهلي، فده مهم جدا ان انت تطرح التذكره ب 10 جنيه، انت عايز جميع فئات المجتمع تبقى موجوده جوه الاستاد، وعايز اقول لك محبين النادي الاهلي على مستوى مصر حتى لو التذكره ب 100 جنيه هيشتروها وكلهم هيبقوا موجودين في الاستاد، فحاجه ايجابيه طبعا تضاف لمجلس اداره النادي الاهلي ان هو بيدي زي مؤشر كده ان الجماهير كله لازم يبقى موجود. وانا بختم معاك حواري، اتكلمنا مع بعض قبل ما نبدا الفقره بتاعتنا والحلقه، فاجئتني بفكره انت بتشتغل عليها الفتره الحاليه. بعد ما اعتزلت وبطلت خلاص كوره اتجهت للاداره واشتغلت كمدير كوره في نادي الاولمبي، تكلمنا عنها برضو في ايجاز، لكن دلوقتي بتفكر في انشاء نادي وانك تكون فرقه كوره وفريق نادي يشتغل الفتره الجايه ويبدا من الدرجات الادنى عشان يتواجد في الدوري الممتاز. الفكره دي جات لك ازاي؟ ووجودك كمدير الكوره للنادي الاولمبي في التوقيت السابق في الفتره الاخيره وقبل ما تفكر في الفكره ديت؟ والله يمكن انا بص في ايجاز كده، يمكن انا اول ما بطلت كانت ناس كتير قوي تقول لي ده بخش الناحيه التدريبيه، بس انا كنت بفكر حته الاداره، يعني دي اللي انا شايف نفسي فيها. كنت موجود مع النادي الاولمبي كمدير كوره على مدار 6 شهور، الحمد لله يعني فتره انا راضي عنها، لكن ما حققتش الهدف بتاعي او النجاح بتاعي في المكان ده لتفاصيل انا مش حابب اتكلم فيها، لكن انتقل للموضوع الثاني، الحمد لله ربنا كرمني وعندي الشغل الخاص بتاعي، نادي صغير انا بحاول الفتره دي ان انا اكبره، بحاول ان انا اشهره وان انا اخش في مسابقات،
ده مهم جدا، وخصوصا ان انا فضلت ان انا اعمل النادي ده في المكان اللي انا اتربيت فيه في الدخيله. كان مهم جدا ان انا يعني يبقى ليا دور مع اهل الدخيله بالذات، ان انا ابقى يعني ابقى سبب في ان ناشئ واثنين وثلاثه يطلع من هناك. ده الشغل الخاص بتاعي اللي انا ان شاء الله بحاول ان انا اكبر فيه، وان الفتره اللي جايه هيتم اشهاره ان شاء الله وماشي في اجراءاته. كنت لامس التجربه من مستر ماجد سامي في دجله، هو بدا برضه صغير بنادي صغير، وبعد كده بدا يكبر الموضوع. ده طموح وهدف عندي ان انا يا رب ان شاء الله، ان انا بحب اخد الموضوع ستيب باي ستيب، خطوه خطوه، ان انا اقدر اكبر النادي ان شاء الله ويبقى ليه دور ان شاء الله. كلمه اخيره لجماهير النادي الاهلي، مهم جدا المسانده، وزي ما انتوا بتقولوا على الحلوه والمره معاه، دي المره مهم جدا ان انتوا تبقوا واقفين ورا لعيبه النادي الاهلي، ورا الجهاز الفني النادي الاهلي، وده اللي انتوا على مدار سنين معودنا عليه. انتوا اللعيب رقم واحد، واحنا كلنا كمحبين النادي الاهلي ولاعيبه في النادي الاهلي متعودين منكم على كده. انا عارف واثق 100% ان انتوا هتبقى قد المسؤوليه، واللعيبه اللي موجوده والجهاز الفني قد المسؤوليه، حاسين بيكم الجهاز واللعيبه، بتكلم مع لعيبه كتير من ضمنهم حسام عاشور، حاسين بيكوا عايزين يعملوا لكم احسن حاجه. مهم جدا ان انتوا تساندوا الفتره اللي جايه، واكيد النادي الاهلي الفتره الجايه هيقدر يسعدكم وهيبقى على قد المسؤوليه ان شاء الله. ابو حميد انا بشكرك شكرا جزيلا على هذا الحوار، بقالي كتير ما شفتكش بس نورتنا وشرفتنا النهارده في قناه الاهلي، فكل التوفيق ليك وفي تجربتك الجديده باذن الله، يكون نادي مشرف متواجد في الدوري الممتاز، منافس كمان زي الانديه المتواجده حديثا في الدوري الممتاز. يا رب، وانا سعيد ان انا موجود معاك، ودايما انت متالق على شاشه النادي الاهلي، وببارك لك طبعا على الظهور الجديد ليك، ومسيره ان شاء الله تقدر توفق فيها ان شاء الله. الله يخليك يا ابو حميد، شكرا جزيلا. كان معانا احد نجوم فريق النادي الاهلي السابقين اللي كان متواجد في مركز الظهير الايمن في منافسه صعبه جدا، اسلام الشاطر، محمد بركات، احمد صديق، ايضا كمان من اللاعبين اللي كانوا متميزين اللي متواجدين داخل صفوف فريق النادي الاهلي، لكن الاصابه برده كان لها دور كبير جدا في رحيل احمد صديق في فتره من الفترات. كل التوفيق لاحمد عادل في تجربته الجديده. شخصيه النادي الاهلي فرقت بشكل كبير جدا مع احد اللاعبين اللي لعب في النادي الاهلي، حتى لو قعد في النادي الاهلي سنه او سنه ونص زي احمد عادل، لكن كل التوفيق ليه يا رب في المرحله القادمه. قبل ما اطلع لتقرير واستعد للفقره الثالثه مع زميلي عمر ربيع ياسين، بالتاكيد بيستضيف نجم كبير جدا الكابتن ريعه. النهارده كانت في زياره مهمه جدا لرابطه النقاد الرياضيين، المكتب التنفيذي لرابطه النقاد الرياضيين بعد الانتخابات الاخيره التي اجريت في الاسبوع الماضي، بالتاكيد النهارده زيارتهم داخل النادي الاهلي وتهنئه مجلس اداره النادي الاهلي برئاسه الكابتن محمود الخطيب لاعضاء المكتب التنفيذي على فوزهم بهذه الانتخابات، وبالتاكيد هيكون لهم دور كبير جدا خلال الفتره القادمه في مساله العمل الاعلامي ودور النقاد الرياضيين، اللي بالتاكيد المنظومه كلها على بعضها متكامله، سواء نقاد رياضيين او اعلام مرئي او مسموع، مع ايضا كمال الانديه والاتحادات الرياضيه، في الاخر كل ده بيصب في مصلحه الرياضه المصريه، وبالتاكيد بيهمنا بشكل خاص كمان النادي الاهلي. اخرج الى هذا التقرير تهنئه مجلس اداره النادي الاهلي للمكتب التنفيذي لرابطه النقاد الرياضيين، وبعد هذا التقرير زميلي عمر ربيع ياسين والفقره الاخيره من برنامج الاهلي الليله مع الكابتن رياض.